عفوا اعزائي المشاهدين على انقطاع البث المباشر نظرا لارتفاع حراره الجو. نستكمل مع حضراتكم طبعا قصه المرحومه غوايش وسبب انتشار الفيديو هنا في مركز الوقف بمحافظه قنا. تفضل يا سلمان. تم التواصل مع اهلها يعني المبالغ كام نقدر نقول؟ المبالغ تقريبا المبالغ اللي اتحصرت عندنا كان فئه ال 200 جنيه حتى ال 100 على الخمسه جنيهات كانوا 30,000 جنيه. الجنيهات فئة ال 200 حتى الخمس جنيهات 30,000 جنيه، وكان يوجد جنيهات ورقية يعني عبارة عن ست شنط تم ميزانه أو وزنهم من 5 إلى 6 كيلو يعادلون 3,000 نحطهم على 30 يبقوا 33. بدأنا نوزن الفضة، الفضة بتاعتهم كانوا عبارة عن 6-7-8 رصاص شوائل، بدأنا نوزن بالميزان الحساس عشان لصعوبة عد المبالغ، وتم تقسيم المبالغ الفضية بالميزان الحساس، وكانت جملة المبالغ لا تتعدى ال 250 كيلو حديد. تقريبا يطلعوا كام؟ ال 200 كيلو 250 كيلو يعني احنا تقريبا النص كيلو يعمل 100 جنيه. النص كيلو حديد يعني لا يتعدى ال 100 جنيه. الكيلو 200 يعني الكيلو 200 لو احنا قلنا 200 كيلو 200 كيلو في 200 جنيه 200 كيلو ب 40,000 يبقى دول 50 وهناك 33 او قول ده ال 50 دول 50 وهناك 30 او 33 73 يبقى 83 90 100 جا منين المليون؟ جا منين المليون؟ الواحد يعني يشوف نفسه ويقول كلام ما شافوش ليه؟ احنا القائمين ما نعرفش العدد، احنا بنقول اجتهادات، احنا بنجتهد اجتهادات. وتم توزيع طبعا المبالغ وتم توزيع المبالغ بالميزان حسب الشريعه وحسب رجال الدين وحسب ما افتوا، وتم التوزيع ونحن كنا من احد شهود العيان، ولكن فوجئنا اليوم والامس على الفيسبوك وجميع القنوات الفضائيه بالاتهامات الكاذبه على الست غوايش وانها متسوله مليونيره. مش هي المتسوله المليونيره دي؟ طب دي معاها عماير عشان متسوله مليونيره؟ فاتحه في البنوك دفاتر؟ طب دي مسكينه ما كانتش تلبس جزمه، يا كانت يا تلبس شراب